بتفكري تتزوجي مرة تانية سلافة، ولا الفكرة مرفوضة نهائيا، ولا تاركتيها مفتوحة ما بتعرفي؟ يعني تاركتها مفتوحة، عندي نتائج وصلت لها بأنه الزواج هو شغلة صعبة كتير، وهو مؤسسة معنا سهلة أبدا، ولا يكفي الحب فيها، لأنه هي بتتحول بالأخير لمجرد تفاصيل ويوميات، ممكن هي التفاصيل تنهي كل هذا الحب، فهي معادلة جدا صعبة. بس أنا تاركة القصة مفتوحة، لأنه هلأ يمكن كون هيك عم فكر، يمكن بعد سنة يتغير تفكيرك، يتغير تفكيرك أو يظهر شخص بحياتك يغير لك كل تحسي القصص. مناسب، وتحسي إنه هذا الرفيق اللي بدك تكملي معه حياتك. لأنه هلأ أنت بالضبط لما بدك تفكري بالضبط بالزواج تكوني عم تفكري بإنه كمل حياتي مع حدا، بس بقى لتلاقي هذا الحدا اللي تحسي فعلا إنه هو رح يكون الوليف